السلام عليكم مشاهدي الكرام، من موقع حادث هذا اليوم اللي تسبب بوفاة الأخ وابن الخال العزيز مهدي حسب الله صالح. أريد أن أوضح لكم بالتحديد ما هو سبب هذا الحادث ولماذا تتكرر الحوادث في هذا المكان بالتحديد. طبعا هذا الشارع يربط سيطرة بسماية ويتقاطع النهروان، طول الشارع 13 كيلو متر بالتحديد في هذا المكان اللي قرب منشأة النفط دائما تتكرر الحوادث. أيضا قبل فترة نفس هذه القصة اللي يشاهدونها صار حادث لدراجات وراح ضحيته 4 أشخاص، وأيضا قبل فترة أيضا توفى نجادي صاحب سيارة سايبة، يعني ما يقارب أزيد من 5 أو 6 أشخاص توفوا بالتحديد في هذا المكان. واليوم أيضا وفاة مهدي حسب الله صالح أيضا بسبب هذه الطسة اللي يشاهدونها. تشاهدون هذه الطسة اللي أمامكم مش قد هي صغيرة طبعا، وعادة احنا سواق السيارات يعني من يشوف طسة قباله أكيد يحاول ياخذ الجانب الآخر، وعندما ذهب إلى الجانب الآخر تفاجأ بسيارة كبيرة ما أدى إلى تصادم وبعد ذلك وفاة سائق السيارة الصغيرة. السؤال يطرح نفسه، لماذا دائما في هذا المكان تتكرر الحوادث وراح ضحيتها هواي ناس؟ لذلك نوجه كلامنا لجميع الأخوة المسؤولين أصحاب الشأن، الأخوة أعضاء مجلس البرلمان في قضاء المدائن، أن يضعون حد لهذه الحوادث المتكررة. وطبعا علاج هذا الموضوع مو صعب ولا تصنيع فضائي، يعني هسه احنا ما نقول لك بلط الشارع من طول لطول، يا اخي سيارة مال اسفلت وحدة وممكن اعالج هاي الطسات واصلحها. خصوصا ابناء المنطقة يوجد في مناطقنا عدة معامل للاسفلت، عندنا معمل قرب سيطرة بسماية وايضا عندنا معمل في ناحية النهروان، لذلك علاج هذا الموضوع ليس صعب. يعني احنا كنا نعرف الشارع قبل فترة تم يعني ترقيع بعض الطسات، لكن للأسف الشديد بعض المناطق يعني من الطسات تركت، يعني ضربوها كمبريسر ودريل وكانوا هم يعني يردون يصلحوها لكن تركوها، ما أدى إلى تخسفات كبيرة في الشارع. وسبب هذه الحالات الحوادث هي سبب هذه الطسات الموجودة في الشارع. كما تشاهدون أحد المواطنين الأخ عدنان حكمان يوضح لكم من مكان موقع الحادث شنو سبب هذا الحادث اللي حصل. هو مبين حرام شيء ضمه طريق مليار و200 إذا ما بلط لك من الشارع الشارع مليار و200 1200 مليون، ما تبلط شارع مسافته 13 كيلو. هو دور ما سبته 3 مليون لو كان صلح اذن هسه انت مو يوميا كان شوف عادد ومسود اجيب لي نار ب 6 ملايين واصلح. وليش من مال؟ ايش شارع؟ ها؟ هيك شارع هيك كلش قصات فيه كنا نكسر، الله شاهد انا يوميا اكسر واشوف نفس ضايق العالم، هذول دم هذول الناس جاي شي واحد يتوفى بسبب هاي الطسات، اي واحد سرق هاي الطسات انا اشرد.